في الفيديو النهاردة هنتكلم على كاردياك سايكل كيرفز. طبعا هنشرح التلاتة كيرفز اللي قلناهم الفيديو اللي فات مع تفاصيل مهمة جدا، وهتكلم على هارت ساوندز أصوات القلب والبلس، وهختم الكيرف بديفينيشنز مهمة جدا. أول كيرف عندنا هنرسمه هو علاقة الليفت فنتريكل بريشر بليفت فنتريكل فوليوم في الكاردياك سايكل. يبقى ده أول كيرف بالنسبة لي لازم نكون واخدين بالنا منه كويس قوي، فوليوم ريليشن شيب إلى الليفت فنتريكل بريشر. طيب الحاجة اللي مهمة اللي لازم نكون عارفينها ان الكيرف هو العلاقة اللي قلناها في الكاردياك سايكل. انا هرسم الكيرف مرة تانية وهقول لك السيجنيفيكانس اللي احنا عايزينه من الكيرف. بمعنى البداية عندنا كان الليفت فنتريكل بريشر بيقل بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي، ديكريز ليفت فنتريكل بريشر، لان الفيرتيكال اكسس كان بيمثل الضغط والهوريزونتال الافقي يمثل الليفت فنتريكل فوليوم. فواضح من خلال الرسمه ان انت بدات ببريشر معين وانتهيت ببريشر اقل، اهو البريشر بيقل معانا تمام. وقلنا ان الليفت فنتريكل بريشر بيقل في مرحله الرابيد فيلينج فيز، القلب بيملى فلازم البريشر اللي جواه يكون اقل ويوصل تقريبا الى الزيرو. يعني انا عايز اقول لك ان المرحله اللي احنا بنشاور عليها دي هي rapid filling phase، ودايما الفنتريكل عشان يملى من الاتريوم لازم البريشر فيه يكون اقل من ضغط الاتريوم. الاتريوم 2 مليمتر ميركري، فانا اقل يا واحد يا زيرو. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل بعد كده ان ضغط الليفت فنتريكل بريشر هيزيد، هيعلى، هيعلى يوصل لكام؟ يوصل من 5 إلى 8. طيب من 5 إلى 8 على القوس الأزرق، طب ده اسمه ايه؟ slow filling phase. خلاص الضغط ابتدى يزيد شوية معايا، وده مهم جدا اكون واخد بالي منه كويس قوي. طيب نيجي بعد كده في النهاية عند الاتريال سيستول، الليفت فنتريكل دايستوليك بريشر بيعلى، الاتريوم بينزل الدم للفنتريكل، الفنتريكل في حالة فيلينج، فادي النهاية عندنا نهاية الفيلينج. نهاية الفيلينج في هذا الجزء هيوصل الضغط إلى 10 مليمتر مركري. يعني أنا فضلت أعلى من 5 إلى 8، وصلت إلى النقطة دي، الدايرة دي، الدايرة دي أعمل خط النقط وأقول لك يقابلها 10 مليمتر مركري. تمام. طب ملاحظين حاجة معايا؟ يا دكتور ده بداية الفيلينج، اهو الخط الاسود ده، وهنا ده نهاية الفيلينج العمود الاحمر. يعني من اول النقطة دي حتى النقطة دي القلب عمال بيملى معاك. طب بيملى معاك، تعالوا نسميها اسم كل ده، اسمها end diastolic
فوليوم، وده مهم قوي، نهاية الدايستول. خلاص طيب تعالوا نقول أرقام. الفنتريكل في نهاية الدايستول بيوصل له 130 ملي، وهنا البداية 50 أو 60 ملي. الكلام ده قلناه الفيديو اللي فات، قلت لك ان الستين ملي هو حجم الدم جوه الفنتريكل الثابت during rest. ما ينفعش الفنتريكل يكون فاضي تماما من الدم، لا انا مش عاوز كده اساسا، عشان تبقى انت متابع معايا. طيب يبقى اذا الستين دي تمثل ايه؟ تمثل end systolic volume. يعني ايه؟ يعني انت بتضخ 70 ملي من 130، فيتبقى 60 ملي. هو ده اللي انا عايز اوصله لك. طيب تعالوا بقى نقول اتقفل الان الميترال فالف، يعني النقطة دي حصل فيها ايه؟ خلاص ده نهاية الفيلينج. طب انا بملى من الليفت اتريوم، طب بملى من الليفت اتريوم من خلال فتحة الميترال فالف، فميترال فالف كلوجر. خلي بالك هنا اتقفل الميترال فالف. طب يا دكتور والنقطة دي ايه اللي حصل عندها؟ بداية فتح الميترال فالف بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، يبقى هنا البداية النقطة دي، واسميها ميترال فالف اوبننج. دي البداية، ده بداية الفيلينج بتاعي، وهنا اتقفل الفالف. تعال افكرك بالكلام اللي قلناه، طالما اتقفل الميترال فالف ولسه الاورتيك فالف مقفول، يعني الدم جوه الليفت فنتريكل محبوس حاليا، لا هيزيد ولا هيقل. علشان كده هنلاقي المنظر ده موجود عندنا. الخط ده بيمثل ايه؟ بيمثل زيادة الليفت فنتريكل بريشر، ويمثل ان الفوليوم اخباره ايه؟ ثابت. ما هو الخط ده نازل على الهوريزونتال اكسس اللي هو فوليوم، فالفوليوم ثابت معايا. طيب يبقى هسمي هذا الخط يمثل ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. فاكر الفوليوم ثابت جوه الفنتريكل دلوقتي، ولكن الضغط العالي اللي على الوول هو اللي عمل كونتراكشن عندنا. تمام. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بصوا بقى، لما الكونتراكشن وصل الى 80، نيجي من عند النقطة دي ونيجي نعمل خط منقط كده عشان تتخيل، هنا البريشر بقى 80، اتفتح الاورتيك فالف، حصل اندفاع لمعظم الدم. طب الاندفاع لمعظم الدم ده يبان ازاي؟ اهو ادي القوس بتاعك، ده معناه ابتدى البريشر يعلى قوي. تمام. طب تعالوا نمد الكيرف اهو عندنا، اهو هو علي اللون الازرق، القوس الازرق ده علي عندي كام؟ علي عندي 120 مليمتر مركري. اهو ابتدى الضغط يعلى ثم يقل تاني. طب يا دكتور ده الايزوفوليومتريك كونتراكشن،
طب القوس الكبير الأزرق ده يمثل إيه؟ ماكسيمم ايجكشن فيز، اللي هو الفيز التالت في الكاردياك سايكل. طب تعالوا بقى نقول كلام جديد النهارده. احنا اعتبرنا ان النقطه دي نهايه الاند دايستوليك فوليوم، تمام. طيب من اول هنا الى النقطه دي القوس ده، وعلشان يبقى سهل بالنسبة لك أقول لك على حاجة، تعالى نرقم الحكاية. لو أنا اعتبرت ده لاين من 1 إلى 2، بوينت 1 تو 2، وده من 2 إلى 3، هو من 2 إلى 3 يمثل إيه؟ تقول لي ماكسيمم إيجكشن فيز، تمام، اللي كان بيحصل فيها إيه؟ ستروك فوليوم. فاكر لما قلت لك الليفت فنتريكل هيضخ 70 ملي بلد في 3 مراحل، ماكسيمم ايجكشن فيز، ريديوسد ايجكشن فيز، الكلام ده قلناه، وقلنا في الماكسيمم ايجكشن هطلع 70% من البلد، وفي المينيمم ايجكشن هطلع 30% اللي باقيين، ولسه الدم بيسيب الفنتريكل باي مومنتم بالكاينيتيك انرجي بتاعته. طيب يحصل ايه بعد كده؟ بعد كده يقل البريشر تاني ان يوصل ل 180، ده اعلى ضغط عندنا. طب اعلى ضغط عندنا هيرجع يقل. طب هو ليه بيقل؟ لان الليفت فنتريكل طول الوقت بيجهز نفسه انه يملى من الاتريوم مره تانيه. فبص بقى معايا في اللي هيحصل، اهو يقل، وبعد كده ايه اللي هيحصل عشان تبقى معايا وشايف الرسمه كويس؟ يفضل يقل يقل لغايه لما يوصل للنقطه تاني دي، النقطة اللي هيفتح فيها مرة تانية الميترال فالف اوبننج، اللي هي النقطة دي، يفضل يقل 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 ويفتح تاني وهكذا. يبقى دي 1 to 2. طب اسأل سؤال، هو البوينت 2 حصل فيها ايه؟ هتقول لي اتفتح الاورتيك فالف، فاقول لك ان بوينت 2 دي تمثل اورتيك فالف اوبننج، اتفتح الاورتيك فالف تماما خلاص. طب تعالى بقى عند النقطه دي، فاكر لما قلت لك ان ضغط الاورطه بيقل بالنسبه للفنتريكل؟ هو مش بيقل بالنسبه للفنتريكل يعني ضغط الفنتريكل اعلى، لا، انا قصدي ان ضغط الاورطة قل بالنسبة لنفسه. بيدخله بلد، ولكن البلد اللي بيدخله اقل من اللي اخده في الماكسيمم ايجكشن فيز. طيب ايه اللي هيحصل من 3 الى 4؟ دي بتمثل حاجتين، تمثل مينيمم ايجكشن فيز، تمام، زائد تمثل بروتو دايستوليك. تعال افكرك بالبروتو دايستوليك فيز، ايه اللي كان بيحصل في البروتو دايستوليك؟ البلد عايز يرجع بالعكس من الاورطة للليفت فنتريكل، وده منعناه بالصدن كلوجر اوف اورتيك فالف خلاص. يعني انت عايز تقول لي نهايه القوس الاحمر اللي هو الدايره نمره 4 دي تمثل ايه؟ تمثل قفل للاورتيك فالف، فانا هسميها اورتيك
valve closure. خلاص هنا هقفل الاورتك فالف، وهنا فتحت الاورتك فالف في بوينت 2، وبوينت 1 قفلت الميترال فالف. طب ودي بوينت 5، دي فتحت الميترال فالف، وهنا بوينت 6 كانه دايره ولوب مغلق ما اسمه ليفت فنتريكل فوليوم الى بريشر لوب. طب يا دكتور من 4 الى 5 انا ملاحظ انه خط كانه بارلل للخط من 1 ل 2، ده ايزو فوليومتريك كونتراكشن، يبقى اللي قصاده الخط اللي منقط ازرق ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، وده مهم قوي ريلاكسيشن. حتى الطالب الشاطر يلاحظ حاجة، من 1 ل 2 ده فيس 2، ومن 2 إلى 3 فيس 3، وده 4 و 5، واللي نازل 6، وهنا فيس 7 رابيد فيلينج، ومن 6 ل 1 فيس 8 و 1 اللي كانت سلو فيلينج وإيتريال سيستول. يعني انا كل فيزس الكاردياك سايكل قلتها في خلال هذا اللوب. السيجنيفيكانس لللوب ده ايه؟ ان انت تبقى عارف ان بوينت 1 ميترال فالف كلوجر، وده مهم قوي، وده الاند دايستوليك فوليوم، ومن 2 الى 3 هو ده الستروك فوليوم بالنسبه لي اللي انا هخلي بالي منه كويس قوي، ده نقطة مهمة. ومن 3 الى 4 ابتدى البريشر يقل كمان. الحاجة اللي انا عايز اقولها دلوقتي معلومتين في غاية الاهمية في السيجنيفيكانس. في حاجة اسمها ستروك ورك. يعني ايه ستروك ورك؟ المجهود اللي الهارت بيعمله to pump أو eject volume of blood per beat في الدقة الواحدة. مادام بتقول work ده معناه ايه؟ الفوليوم اللي مفروض يطلع قد ايه؟ ده stroke volume times arterial pressure. يعني انا هضخ دم قد ايه في الدقيقة بالنسبة الى المين arterial pressure، ده اختصاره. بالنسبة لمتوسط ضغط الدم ده stroke work. عرفنا ان stroke volume، ودي قلتها الفيديو اللي فات، يساوي end diastolic minus end systolic volume، ودي مهمة جدا نكون عارفينها مع بعض. دي قلناها الفيديو اللي فات، حتى جيت قلت لك ان الاند دايستوليك 130 والاند سيستوليك 60، يبقى الفرق ما بيننا 70. الفيديو اللي جاي باذن الله هقول لك امتى الاند دايستوليك تزيد او تقل، وامتى الاند سيستوليك تزيد او تقل. دي نقطه في غاية الأهمية نكون واخدين بالنا منها كويس قوي. طيب في حاجة مهمة لو أنا حبيت أقولك فين الإند سيستوليك بريشر بالنسبة لك، تقولي بوينت 3، ده نهاية أعلى ضغط في السيستول، ده حتى واضح إنها قصاد 120 مليمتر ميركري. يبقى بوينت 3 End systolic pressure ESP، ده مهم قوي تكون عارف الكلام ده. طبعا هنقول الهارت فيلير، يا ترى اللوب يتغير في الهارت فيلير؟ يعني امتى اعرف ان contractility access اتغيرت؟ هشرح الهارت فيلير باذن الله
في آخر فيديو في الكاردياك، وهكلمك وقتها على ان الكونتراكتيليتي كيرف المفروض يبقى شيفتد لتحت تو ذا رايت، وهثبت لك الكلام ده وقتها. طيب كده انا قلت السيجنيفيكانس اوف ليفت فنتريكل فوليوم بريشر لوب، وده مهم قوي، وشرحناها بالعلاقه بالكاردياك سايكل. اول كيرف عندنا، الكيرف التاني هتكلم على الاتريال بريشر، بس هنا بقى هتكلم على رايت اتريال بريشر، الضغط في الرايت اتريال. هتقول لي الله، طب وهي تفرق في ايه؟ ما احنا قلناها الفيديو اللي فات، هقول لك دلوقتي. بس في الاول لازم تكون فاهم قبل ما اقول رايت اتريال بريشر شوية اناتومي مهمين جدا هتاخدوها السنة الجاية، بس لازم تفهمها عشان تفهم الاحداث. لو انا جيت تخيلت النك بتاعتي دي الرقبة بتاعتي، النك فيها فين، هاجي ارسمه بالاحمر، ده الفين بتاعي. الفين ده اللي موجود في الرقبة اسمه جاجيولار فين. خلي بالك من الكلام لانه مهم قوي. الجاجيولار فين في الاناتومي بيصب الدم بتاعه، يعني بيعمل درينج في الفينا كيفا، وانا عندي اتنين فينا كيفا، سوبيريور وانفيريور، والاتنين دول بيصبوا الدم اهو في الرايت اتريوم. ده الرايت اتريوم بالنسبه لي. خلي بالك من معلومه ان مفيش فالف صمام بين الرايت اتريوم والفينا كيفا، ما عنديش صمام. طب الدم يا دكتور يمشي ازاي؟ لما الرايت اتريوم يعمل كونتراكشن مش هيستقبل دم تاني من الفينا كيف. طيب انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل ان الجاجيولار فين بيصب الدم في الفينا كيفا، والفينا كيفا يدخل البلد للرايت اتريوم. يبقى انا لو جيت النهارده قلت لك انا عايز منك ترسم لي جاجيولار فينوس بريشر، تقول لي كانك قصدك رايت اتريال بريشر، بما اننا كلنا بنصب في مكان واحد في النهايه في الرايت اتريوم، يعني البريشر بتاع الفينا كيفا كونكتد بالرايت اتريوم متصل بالجاجيولار فين، يبقى هيطلع فكره واحده قريبة من بعض، لان الفيزيكس قالوا طالما اكتر من تشامبر فاتحين في بعض هياخدوا نفس الضغط. علشان كده الرايت اتريوم يعتبر مونيتور، وكأنه شاشة بتقولك الجاجيولار فينوس بريشر قد ايه. انا ببين لك البريشر of the jugular vein كام، ده مهم قوي. يعني انا النهارده اقول لك عايز رسمه الجاجيولار فينوس بريشر، هتقول لي انا خدت في الكاردياك سايكل رايت اتريال بريشر، هقول لك انا قصدي على دي، ولكن هناك اختلاف بسيط في الرسمه. طيب تعالوا دلوقتي نرسم الجاجيولار فينوس بريشر والرايت اتريال بريشر ونشوف يا ترى الاختلاف في ايه. اهو هبتدي الاول بالرايت اتريال بريشر. البدايه بتاعتنا كانت اهي، يعلى البريشر في الاتريوم، رمزنا له بالرمز ايه؟ ده في الاتريال سيستول،
ضغط عالي في الاتريوم علشان ينزله للفنتركل. طب وبعد كده البريشر ينزل في الرايت اتريوم. خلي بالك لان الاتريوم فرط في الدم اللي جواه الى الرايت فنتركل، فالضغط يقل. ثم الفنتركل دلوقتي اتقفل الصمام بينه وبين الاتريوم ولسه ما اتفتحش البالمونري فالف اللي ما بين الرايت فنتريكل والبالمونري ارتري. يعني انت بتقول لي ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيس، الضغط في الفنتريكل اللي تحت عالي، فعمل ايه في الفالف؟ زقه لفوق، بلج زي ما قلت الفيديو اللي فات، فيحصل المنظر ده، تحصل ويف اسمها سي ويف. ثم ماكسيمم ايجكشن فيز، فالضغط في الفنتريكل يقل، فما بقاش فيه حاجه ضغطه على الفالف وزقاه لفوق، وبالتالي ينزل البريشر تاني. ليه؟ اتوزع الدم في الاتريوم او الرايت اتريوم في مساحة اكبر زي ما شرحت الفيديو اللي فات بالظبط. ثم بعد كده من اول المينيمم ايجكشن وبروتو دايستوليك وايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، الاتريوم يجهز نفسه ويزود الضغط جواه بالفينس ريتير اللي هي في، ثم يرجع يقل مرة تانية. المنظر ده قلناه قبل كده الفيديو اللي فات. طب المنظر ده هو منظر مين؟ رايت اتريال بريشر. الكلام ده ازاي ينعكس على الجاجيولار فين؟ بص بقى معايا، رسمة الجاجيولار فين هي هي مع اختلاف الامبليتيود اهو. يعني انا عاملها لك بالظبط زي دي اهي، فدي ايه وادي سي وادي في، ودي رسمة مين؟ كل دول على بعض جاجيولار فينس بريشر. الرسمة دي كلها اهي اللي في الدايرة الزرقاء، دي رسمة الجاجيولار فينس بريشر. فكل التكست بوك قالت ايه؟ قالت انا هعمل سهم من ايه لايه وسي لسي وفي لفي. طب الاسهم دي رمز الايه؟ رمز ان الرايت اتريال بريشر كيرف اللي مرسوم تحت اتنقل الى الجاجيولار فينس كيرف. ما ده شيء طبيعي، لو زاد البريشر في الرايت اتريوم مش هيستقبل الدم من الفينا كيفا، فيعلى الفينا كيفا بريشر، فمش هيستقبل الدم اللي جاي من الجاجيولار فين، فيزيد الجاجيولار فينس بريشر. يبقى اذا انا مونيتور ليك، انا ريفليكشن للي هيحصل لك. ايه اللي هيحصل في الجاجيولار فين؟ ضغطه يعلى ضغطه يقل مبني على الرايت اتريوم. واقول لك معلومه مهمه قوي، نفترض الرايت اتريوم اتملى بدم جامد، دخل في فيلير، فشل انه يعمل بامب للبلد الى الرايت فنتريكل اللي موجود تحته، الفالف اللي ما بيننا ضيق اتقفل، هنقول الكلام ده النهارده، فالدم اتجمع في الرايت اتريوم فيتجمع في الفينا كيفا فيتجمع في الجاجيولار فين. عارف هتلاقي ايه؟
لأول مرة هتلاقي الجاجيولار فين باين، شايفه بعينيك. في الطبيعي كنورمال، وده تخلي بالك منه، ان الجاجيولار فين بيبقى البريشر بتاعه بسيط، من 0 إلى 5 مليمتر مركري. لكن لما يكون في فيلير والدم يتجمع في الجاجيولار فين، هتلاقي الفين ده بقى مكعبر، انجورجد ويز بلاد، اتملى بالدم ويزيد الضغط جواه بشكل مش طبيعي. دي نقطة مهمة جدا. طيب ايه السيجنيفيكانس للويف A و C و V؟ خلي بالك، وقلتها الفيديو اللي فات، لما البلج ما بيبقاش موجود والفالف ينزل لتحت تاني هسميها اكس ويف، ونزلة الفي هسميها واي ويف. لكن النزلة دي من الايه ليس لها اسم علشان ما تتلخبطش. طيب السيجنيفيكانس بالنسبة لنا دلوقتي، وده مهم علشان نبقى عارفينه، ايه هي الدلالة اللي انا عايز اطلع بيها الان؟ بصوا معايا، لو انت جيت قلت اهي ادي الايه ينزل، سي ينزل، اكس يطلع، في ينزل، فانا عايز اتكلم على كل ويف لوحدها. بمعنى عايز اتكلم على الاي ويف، احتماليات الاي ويف ايه. خلي بالك احنا بنشرح سيجنيفيكانس، دلالة الرسمة واهميتها الان. طيب الاي ويف تعالى نتخيل انه بقى عالي قوي، لارج اي ويف، وده اول احتمال عندي، الويف بقت كبيره. ده معنى ايه؟ هتقول لي يعني الكونتراكشن اصبح عالي قوي، زياده في الكونتراكشن. ادي رسمه الهارت علشان نتخيل. خلي بالك انا بتكلم على النص اليمين من القلب مش النص الشمال، لان الرايت اتريوم بنتكلم هنا على الفالف ده اللي اسمه تراي كاسبيد فالف، وده مهم جدا. بصوا بقى اللي هيحصل، طالما زاد الكونتراكشن على الول، الاسهم الحمراء دي بتخبط في الول، معنى كده ان الاتريوم اتملى بدم زياده، عمال اتملي، انا بتملي ومش قادر انزل الدم للرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل مش قادر انزل له حاجه. يعني معنى كده ان الفالف ده ضيق ولا واسع؟ تقول لي ضيق، ده الرايت اتريوم اللي فوق مليان على الاخر، وارتفاع الاي ويف عالي جدا، يبقى انا افكر فيه تراي كاسبيد ستينوزس. خلي بالك من الكلمة دي، كلمة ستينوزس معناها ضيق، ودي كلمة هنقولها النهاردة، الفالف ضيق، ماشي. يبقى دي أول احتمال عندي. تاني احتمال على الاي ويف، ممكن الاي ويف تختفي. يعني يا دكتور تختفي؟ يعني مفيش كونتراكشن اصلا، مفيش كونتراكشن يعني الاتريوم فشلت تو كونتراكت من الاساس، ولا فضلت كونتراكت وقت طويل لغايه لما تعبت؟ هو الاحتمال التاني، فضلت كونتراكت لغايه لما تعبت. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك بشكل بسيط، ركز معايا، ادي الرايت اتريوم، تخيل الرايت اتريوم ده
على الوول بتاعه في اكتر من اكتوبك فوكس، الدوائر الحمراء اللي باينه قصادنا دي، دول اسمهم اكتوبك فوكس او فصاي. كل ما يكون عندك اكتوبك فوكس، الفايبرز اللي موجوده في هذا المكان كونتراكت لوحدها، وده لوحده 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 هيتحول الاتريوم الى مجموعات وليس وان سينسيتيوم، ما بقيناش شبكه واحده. فدخلنا في حاجه اسمها اتريال فايبريليشن، رعشه في جدار الاتريوم، وطالما بقت رعشه سيختفي الكونتراكشن ويف. وعشان كده قلت ايه؟ absent a wave، ما بقتش موجوده. يبقى ده الاحتمال التاني عندي. يبقى الاحتمال الاول كبير قوي والاحتمال التاني مختفي. طيب سؤال مهم، السي ويف حاطط عليها الدايره دلوقتي، امتى السي ويف تكبر معايا؟ هو السي ده كان رمز لايه؟ تعال افكرك الان. لو جينا قلنا ده الهارت اهو، وادي بتكلم على النص اليمين، لما بيزيد البريشر في الوول بتاع الرايت فنتركل، الضغط زاد هنا، في هنا فالف صمام اللي هو ترايكاسبت. في العادي كل ما يزيد الضغط في الوول عايزين نعمل ايه في الصمام ده؟ نزقه لفوق فيبقى كده. ودي فكرة البلج، الفالف بقى عامل زي القبة. عشان كده البلد اللي في الاتريوم اتحط في مساحة اقل، فالضغط زاد فيه، فقلت عليها سي ويف. طب انت يا دكتور ايه الاحتمال اللي عاوزه؟ عايز اقولك امتى السي ويف الاقيها كبيره، امتى الاقي الارتفاع ده عالي؟ هتقول لي الارتفاع ده الاقيه عالي جاينت سي او سي عملاقه، لو الرايت فنتريكل بريشر زاد. طب اسال السؤال بطريقه تانية، امتى الرايت فنتريكل بريشر يزيد؟ امتى الضغط ده يزيد؟ الضغط ده عشان يزيد عندك احتمالين. ايه الاحتمالين؟ الرايت فنتريكل ده بيزق الدم، بيضخه فين؟ في البالمونري ارتري، ده شريان البالمونري، شريان الرئوي. تعال نتخيل ان الفالف اللي انا حاطط عليه الدايره دي بقى ضيق بين البالمونري ارتري والرايت فنتريكل. لو الفالف ضيق بالمونري ستينوزيس يحصل ايه؟ تقول لي الدم هيتجمع في الرايت فنتريكل. المنقط ده معناه فيلينج، هامله كتير، الباب ضيق، عندي افتر لود عالي، وبالتالي الضغط يزيد في الرايت فنتركل. وكل ما يزيد هنا يعمل ايه في الفالف ده؟ بالاسهم الحمراء يزقه لفوق اهو، ويعمل بلج للاي في فالف او الترايكاسب. ده احتمال. يبقى اول احتمال بالموناري ستينوزيس، وعرفنا النهاردة في الفيديو ان ستينوزس معناها ضيق. طب ايه الاحتمال التاني؟ ان التراي كاسبيد فالف نفسه يبقى بيفوت ما يقفلش. يعني ايه؟ كفاءة الصمام انه يفتح فالدم يعدي من الاتريا للفنتركل ثم يقفل. طب لو انا اتولدت بعيب خلقي
وترايكاسبيد فالف ما بيقفلش حاجه اسمها ترايكاسبيد ان كومبيتنس. خلي بالك يعني ايه معناها. كلمه كومبيتنت معناها كفاءه، ولما اقول لك ان دي نفي يعني غياب الكفاءه. خلاص الترايكاسبيد فالف ما بيقفلش. طب طالما ما بيقفلش فايه اللي يحصل؟ كل شويه الدم اللي جوه الرايت فنتريكل يقوم روح طالع ايه لفوق، طالع لفوق، مفيش حاجه منعاه انه يطلع. وهو بيطلع يعمل ايه في الفالف؟ الفالف كان كده ومفتوح، كل ما الدم يطلع يقوم روح زائق الفالف لفوق، او المنقط ده عمل بلج طلعك لفوق ناحيه الكافيتي اوف ذا رايت اتريوم، فقلل الكاباسيتي وحبس الدم في مساحه اقل فزود البريشر. ده كلام جميل. يبقى انا قلت احتمالين في الايه واحتمال في السي، واقول لك على احتمال ثالث، احتمال رابع الان ومهم جدا. ايه النقطه الرابعه؟ نورمال، نتكلم شويه فيسيولوجيكال. لو انا جيت عملت سهم ما بين الايه الى السي وسالتك ايه سي انترفال المده دي تمثل ايه، ايه اللي هتقوله؟ تقول لي المده دي تمثل نقل الكهرباء من الاتريا الى الفنتر. تقول لي بس يا دكتور الايه ده عباره عن اتريال سيستول، اقول لك اتريال كونتراكشن. والسي ده يمثل بدايه الفنتريكل سيستول، لان خلي بالك زي ما قلت ان السيستول يبدا بكونتراكشن، وده مهم جدا. زي ما في علاقه ميكانيكال بين الاتريوم الايه والفنتريكل السي، في علاقه كمان الكتريكال. ما هو الكهرباء تسبق الميكانيكال، بمعنى مين اللي سبق الاتريال سيستول هنا؟ هتقول لي البي ويف، البي سبق الاتريال سيستول. طيب ومين اللي سبق الفنتريكل سيستول في الكاردياك سايكل؟ تقول لي الكيو ويف. ولو جينا فاكرين اي سي جي قلت ايه؟ من اول البي اهو الجزء المنقط ده الى بداية الكيو سميناه اسم بي ار انترفال، هي دي المدة الزمنية او نقل الكهرباء من الاتريا للفنتريكل اللي سميناها في الاي اي سي جي باسم اي في كوندكشن. هو ده الاي في كوندكشن يا جماعه، نقل الكهرباء من الاتريا الى الفنتركل. هتقول لي ده الاحتمال الرابع، انك قلت احتمالين ايه واحتمال سي والرابع فيسيولوجيكال. طب ممكن حاجه باثولوجيكال كمان؟ اقول لك جيت ارسم الرسمه دي لقيت ان مفيش علاقه بين الايه والسي. يعني ايه يا دكتور مفيش علاقه؟ في الطبيعي اي امبلس من الاتريوم بتنزل للفنتريكل، كلنا عارفين المعلومه دي، ولكن احيانا تحصل مشكله في الاي في نود، ودي سميناها اي في بلوك. يعني ايه اي في بلوك؟ اي في بلوك ده درجات، بمعنى ممكن الامبلس من الاس اي نود توصل للفنتريكل بس متاخره، بس هتوصل. الدرجه الثانيه
انه من كل اتنين اتريال امبلس يوصل واحد، او كل تلاتة اتريال يوصل واحد، الريشيو اتنين لواحد او تلاتة لواحد، واقول لك سكند ديجري. طب والمرحلة الاسوأ التالتة ولا حاجة هتنزل من الاتريا الى الفنتريكل، وبالتالي الاتريا مشغال لوحده والفنتريكل شغال لوحده. فاكر لما قلتلك في الفيديوهات في المقدمة ان البركينجي فايبرز اللي هي الشجرة دي طالما في بلوك ومفيش حاجة بتوصل لها من فوق لتحت، كأني عملت علامة اكس، هتعتمد الفنتركل على نفسها، وسميتها اسم جميل ايديو فنتريكولار ريزم. يعني ايه؟ الفنتركل depend on itself، ايديو يعني ذاتي، فنتريكولار ريزم انا هضرب بالعشرين الى تلاتين بيت بير منت اللي انا متعود عليه. دول الخمس احتمالات السيجنيفيكانس اوف رايت اتريال بريشر كيرف او جاجيولار فينس بريشر كيرف. الكيرف التالت عندنا، اطلب منك ارسم راديال بريشر كيرف. تقول لي يا دكتور راديال بريشر ما خدناهاش في الكاردياك سايكل، ولكن هقربها لك بطريقه بسيطه جدا. كلنا عارفين ان الاورطة هي الارتري الاساسي، هو المين ارتري بتاعي، الشريان الرئيسي بتاعي هو الاورطة، دي معلومه معروفه اهي. الاورطة ده احد البرانشز بتاعته، في ارتري مهم قوي موجود في الابر لمب اسمه بريكيال ارتري. البريكيال ارتري ده بيوصل الدم لمين؟ للراديال ارتري، فالبريكيال يدي للراديال ارتري. يعني عايز تقول لي ان في النهايه الراديال بريشر كيرف هو يعبر عن الاورتك بريشر كيرف في الكاردياك سايكل. نفس فكره الجاجيولار فين وعلاقته بالرايت اتريوم. نبتدي الاول اورتك بريشر كيرف، وهقول لك الاختلاف في الرسمه بينه وبين الراديال بريشر كيرف. على فكره الراديال اهو ده الراديال ارتري ناحيه الصمب، وطبعا هنتعلم بعدين في العملي ازاي انك تعمل الريست سيمي فليكسد، وازاي تحس البلس بتاعك بتلات صوابع، الكلام ده كله هنقوله بعدين. طيب نيجي للاورتك بريشر كيرف وعلاقتها بالكاردياك سايكل. في البداية ضغط الاورطة بيقل. ليه؟ blood leaves aorta to the periphery زي ما قلنا. طب يا دكتور ده في انهي مرحلة؟ ده في كل المراحل ما عدا حاجات بسيطة. يعني اجي اقول لك ايه؟ فيز سبعة، تقول لي rapid feeling phase، وفيز تمانية اللي هو السلو فيلينج فيز الفنتريكل بيملى، وفيز واحد اتريال سيستول، كل ده ما زال الاورتك فالف مقفول. وكمان فيز تو ايزو فوليومتريك كونتراكشن، حجم الدم في الفنتريكل ثابت وما زال الاورتك فالف مقفول. طالما انا مقفول يبقى لازم
هفرط في الدم بتاعي. بص بقى بعد كده حصل ايه؟ اهي بعد كده علي البريشر. طب ايه اللي خلاه يعلى؟ اتفتح الاورتيك فالف عند بريشر 80، فده اسمه فيز 3 اللي هو ماكسيمم ايجكشن فيز. ده الماكسيمم بتاعي، ده اللي هيوصلني ل 120، ثم يقل الاورتيك بريشر بالنسبه لنفسه. فاكر في فيز 4 اللي هي مينيمم او ريديوزد ايجكشن فيز، وقلنا الفيديو اللي فات ده هو اخد في الماكسيمم ايجكشن 70% من الاستروك فوليوم. تيجي في فيز 4 ياخد 30% اقل من اللي اخده في فيز 3. هنا قل بالنسبه لنفسه. وبعد كده اتقفل الاورتيك فالف فجاه في نهايه البروتو دايستوليك، الدم حب يرجع بالعكس، قلنا له ممنوع الريترو جريد كوندكشن، ما ينفعش. وبالتالي حصل المنظر ده، حفرة. والحفرة دي ليها اسم هنقولها دلوقتي. ثم الأورطة اتفاجئت، ده الباب اتقفل بيني وبين الفنتريكل، والبرين والتيشوز عايزة دم، فأنا أعمل إيه؟ فاكر إلاستيك ريكويل، الأورطة جواها إلاستيك فايبرز اللي رسمها زي التعبان دي، فالإلاستيك فايبرز تبتدي الأورطة سكويز إتسلف، تعصر نفسها عشان الضغط يعلى وتوزع الدم لبقية التيشوز اللي عايزاه في الوقت اللي الليفت فنتريكل بيملى بالدم. وسميت الظاهرة دي اسم فين كاسل فانكشن. فاكر قلناها قبل كده، فين كاسل كلمة ألماني معناها إلاستيسيتي. ثم بعد كده يعلى الأورتيك بريشر بالإلاستيك ريكويل، ثم ينزل مرة تانية. الجزء اللي طالع اللي بيمثل في السري سميته أنا كروتيك لمب. حتى وقتها قلتلك أنا كروتيك عاملة زي أنا بوليك البناء. طب والحفرة دي سميتها نوتش، وقلت اسمها دايا كروتيك نوتش. خلي بالك ودي مهمة قوي، والدايكروتيك نوتش على فكرة ليها اسم آخر مهم قوي، اسمها إن سيزورا. ساعات نقول كده وساعات كده. طيب يبقى الحفرة فيز كام؟ فيز 5. طب والجزء العالي ده اللي أنا حاطط عليه السهم ده فيز 6 في بدايته. يعني إيه بدايته؟ بداية الأيزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. في البداية ابتدى يعلى البريشر لان انا عملت إلاستيك ريكويل كمان، ثم نرجع تاني ننزل. طب النازلة دي اسمها ايه؟ كاتاكروتيك. والكاتاكروتيك عاملة زي كاتابوليك، فاكر قلناها كاتاكروتيك لم. ده مهم قوي. خلي بالك من حاجة، الرسمة اللي انا قلتها دلوقتي تختلف عن الراديال ارتري في حاجة. ليه؟ دكاترة الهيستولوجي قالوا لنا معلومة مهمة، كل ما نبعد عن السنتر اوف ذا هارت كل ما نبعد، كل ما يبقى خلي بالك going to the periphery الاناكروتيك limb يكون اعلى، الامبليتيود اعلى. يعني بص ده امبليتيود، كل ما تبعد تلاقي الامبليتيود يعلى اكتر.
هاي امبليتيود، وتلاقي الدايكروتيك نوتش الحفرة دي والماركت تبقى باينة قوي، وتلاقي المنظر غريب. يعني بص ادي المنظر، همسحه عشان نشوفها مع بعض. اهو ادي الاناكروتيك العالي، وبص الحفرة، والحفرة ظهرت فين؟ ادي النوتش، ظهرت جوه الكاتاكروتيك لمب. يبقى دي النوتش بتاعتي وادي الكاتاكروتيك، كأن النوتش جزء من الكاتاكروتيك لمب. كل ما نمشي للبريفري نلاقي هذه الظاهرة. هقولك على معلومة مهمة قوي، ان في فاكتورز افكتنج البلس. طب ايه اللي دخل البلس في الموضوع؟ علشان تعد النبض هنا في الراديال بلس. طب ما هو الراديال ده برانش من البريكيال اهو، والبريكيال ده برانش من الاورطة. فيقول لك طب ايه الفاكتورز اللي تتحكم في البلس عندنا؟ الفاكتورز اللي تتحكم كلها ليها علاقة بالإلاستيسيتي. بدأ عنوان مهم جدا، فاكتورز افكتنج بلس. تعالوا نقول الكلام المهم. الايدج بيأثر، كل ما نكبر الإلاستيسيتي تقل. طب ما هو الكلام ده يا دكتور منطقي كلنا عارفينه، كل ما نكبر المرونة بتاعت الفيسل بتقل. طب وايه اللي يحصل؟ سرعة الكوندكشن تكون اعلى، الكوندكشن اوف البريشر بيكون اعلى. يبقى في علاقة عكسية ما بين مرونة الفيسل وسرعة التوصيل. خلي بالك دي معلومة في غاية الخطورة. النقطة التانية، الديستانس فروم ذا هارت. يعني ايه؟ كل ما الفيسل يبعد عن المركز اللي هو القلب، كل ما الإلاستيسيتي بتاعته بتقل، فالكوندكشن يكون أسرع. نفس الفكرة، علاقة عكسية ما بين إلاستيسيتي وكوندكشن. رقم تلاتة، مين المرض اللي المرونة فيه قلت؟ يعني ايه المرض اللي يخليك تفقد الإلاستيك فايبرز، الكفاءة تقل؟ هو الأسيروسكليروزيس. كلمة أسيرو كلمة لاتيني معناها فيسل، وكلمة سكليروزيس معناها تصلب. يعني يا دكتور تصلب الشرايين اللي بنسمعها كتير؟ تخيل الكوليسترول، كوليسترول اترسب هنا في الول اهو، كأنه محجز على الإلاستيك فايبرز اللي هي الدوائر او المربعات الزرقاء، هيمنع الفيسل تو اكسباند، ودي تأثر تماما في الكوندكشن. ده مهم قوي. بس عايز اقول حاجة مهمة طلبة كتيرة ما تعرفهاش. What is meant by pulse؟ يعني انت قلت لنا بنعد النبض في الراديال ارتري، ده برانش من البريكيال اللي برانش من الاورطة في النهاية، وكل ما نبعد عن الاورطة كل ما نلاقي في كوندكشن اسرع، اناكروتيك لمب اعلى، دايكروتيك نوتش اوضح، وتدخل جوه الكاتاكروتيك لمب. طيب يعني ايه بلس؟ بلس هو نقل الضغط من مكان عالي الى مكان ضغطه منخفض. يعني زي ما اجي اقول لك ايه بمنتهى البساطة، ده البريكيال ارتري بتاعك اهو، ده البريكيال، واللي تحت هو الراديال ارتري.
لازم البريشر في البريكيال ارتري على الوول تكون اعلى، شيء طبيعي لان الدم بيتحرك من ضغط عالي الى ضغط اقل فيتحرك كده. عشان كده ايه هو تعريف البلس؟ البلس هو بريشر ويف ترانسميشن اكروس ذا وول، هو موجة بحر او موجة ضغط تتنقل من فيسل الى الاخر مبنية على الدلتا بي اساسا. طب سؤال مهم، هو احنا لما بنحس البلس بالمنظر ده يا ترى انا حاسس الدم اللي ماشي في الراديال ارتري ولا حاسس بالبريشر ويف؟ الاجابه على الكلام ده بالارقام، سرعه الدم الفيلوسيتي بتاعه الدم اللي ماشي في الفيسل تقريبا نص متر في الثانيه، 50 سنتي في الثانيه، ولكن سرعه البريشر ويف اللي بنتكلم عليها من 4 إلى 8 متر في الثانية في الأرتريز الكبيرة، وتوصل إلى 16 متر في الثانية في السمول أرتريز. وهنا سؤال سهل، يا ترى الأسهل إن أنت تحس اللي سرعته أقل ولا تحس اللي سرعته أعلى؟ طبعا أحس اللي سرعته أعلى، علشان كده حسيت البريشر ويف ترانسميشن ومش البلاد اللي ماشي في الفيسل وول. دي معلومة في غاية الأهمية نكون عارفينها. طب في عنوان كمان، قوة الضربة، امتى احس الضربة قوية او ضعيفة؟ قبل ما جاوبك على هذا السؤال اقول لك حاجة، لو انت حطيت ايدك على البلس هتحس بضربة في صباعك بدقة. اسألك قوية؟ يعني ايه قوية؟ يعني هل الضربة اللي تحت صباعك ده بصوا بتنطره بتزقه من مكانه؟ لا. طب هل الضربة ضعيفة فانت بتتك قوي على الفيسل وول علشان تحسه؟ تقول لي برضو لا. يعني اذا الضربة بتاعتنا في العادي بين البنين، افريج فوليوم. هنا كلمة فوليوم مش المقصود بيها حجم الدم، لا، المقصود هي قوة الضربة. يبقى البلس فوليوم او البلس فوليوم، البلس فوليوم معناها امبليتيود اوف بلس اللي هي قوة النبضة، امبليتيود اللي هو الارتفاع ده، هو ده قوة الضربة عندي. في العادي بيبقى average pulse volume. السؤال الآن، امتى الضربة تبقى قوية؟ الضربة تبقى قوية، هرسم لكم رسمة توضيحية سهلة. نتخيل ان ده هو الليفت اتريوم بالنسبة لي، ده الليفت اتريوم، واللي تحت هو الليفت فنتركل عادي، واتفقنا ان في اورتيك فالف هنعملها بشكل دياجراماتيك وبسيط. نتخيل ان الممر ده بيوصلني للاورطة، طبعا ده للسهولة مش اكتر، ده الاورطة بالنسبة لي. في ناس بتتولد بمشكلة ان الفالف اللي بين الليفت فنتريكل والأورطة، بص أنا فتحته، فالف مفتوح
اهو بسميها اورتك ان كومبيتنس. اتفقنا ان يعني نط الفالف فقد كفأته. اورتك ان كومبيتنس فالف. طيب ده معناه ايه؟ تعالوا بقى نقول اللي هيحصل دلوقتي هيبقى ايه. طالما ان الفالف ده مفتوح وما بيقفلش، كل ما الدم يتحرك من الليفت فنتركل للأورطة يرجع تاني اهو. كل ما اعمل ايجكشن ارجعه تاني، بالاضافة ان الليفت فنتركل بيملى كمان من الاتريوم. يعني المريض ده عنده الاند دايستوليك فوليوم من مكانين. شايفين انا كبرت لك الليفت فنتريك القوي بالداشز الحمراء، انا بملى من مكانين، من الاورطة، وده ابنورمال سورس، ده مصدر غير طبيعي. في الطبيعي ما يحصلش ريترو جريد فيلينج، لا، زائد ان انا بملى من الليفت اتريوم وده الطبيعي. يعني انا عندي مصدرين، فزاد عنده الاند دايستوليك فوليوم، وطالما ملى قوي اكيد بعد شويه هيتقفل الفالف بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل ويتحبس الدم جوه الليفت فنتريكل ايزو فوليومتريك كونتراكشن، فالايجكشن عنده يبقى عالي قوي. طب ما هو الايجكشن ده رمز للسيستوليك بالنسبة له، عشان كده المريض ده زاد جدا السيستوليك بريشر بتاعه، الاس زادت قوي السيستوليك. طيب تعالوا نتكلم على الدايستوليك بريشر. هو بيحصل ايه في العادي؟ في العادي الدم بيسيب الاورطة ويروح للتيشوز، دايما قلناها طول الكاردياك سايكل، blood leaves aorta to periphery او escape to periphery. طب السكة دي نورمال ولا لا؟ تقولي دي السكة الطبيعية فينا كلنا. ايه السكة الابنورمال كمان؟ ان الدم بيسيب الاورطة ويرجع للليفت فنتركل. يعني الدم ساب الاورطة في الدايستول في مكانين، مكان نورمال اللي هو التيشوز، ورجوع غير طبيعي للليفت فنتركل، وبالتالي قل جدا جدا الدايستوليك بريشر. يبقى العيان ده زاد عنده قوي السيستول وقل عنده قوي الدايستول. طب اقول لك، طب ما تيجي نشوف الفرق بين الاتنين. السيستول ماينس الدايستول، لما نلاقي انه السيستول عالي جدا والدايستول قل جدا يبقى الفرق ما بيننا زاد. الفرق ما بيننا هو ايه؟ هو بالس فوليوم، هو اللي بيبين قوة الضربة. ما هو قوة الضربة مبنية على بريشر جريدينت بين الأعلى والأقل، ده قوة الضربة عنده ممكن توصل لأرقام مهولة. يعني أديك مثال، هو في الطبيعي السيستول كام؟ 120 والدايستول 80، يبقى الفرق 40، ده أفريج، ده نورمال. هنا بقى لا، لقينا ان السيستول مثلا 60 مليمتر مركر والسيستول لقيته 170، فالفرق ما بيننا بقى 110 مليمتر مركر. هتقول لي طيب كل ما فرق الضغط بقى عالي الفلو يتحرك اسرع ولا ابطأ؟ تقول لي يتحرك اسرع.
السيركيوليشن عند الراجل ده دورة دموية نشطة جدا. يعني ايه؟ الانسان الطبيعي بتحس البلس في الراديال، ده مكان طبيعي قوي. لا، عارفين ده حس البلس عنده فين؟ في الفور ارم اهي. معقولة؟ حط ايديك في نص الفور ارم تلاقي فيه ضربة قوية. ضربة قوية يعني ايه؟ ادي ايدي اهي، الاقي كده، شايفين؟ بصوا صباعي بيتنطر من مكانه، اصل الفوليوم قوية. فقالوا هذا المريض اللي زاد عنده البلس فوليوم، احنا هنسميه اسم دلوقتي، ووتر هامر بلس. ده مهم جدا ان انت تبقى عارف الكلام ده. طب يعني ايه ووتر هامر بلس؟ زمان الاغريق، الاطفال الاغريق، لان الطب كان اللغة الرومانية والاغريقية القديمة، كانوا بيلعبوا بإزازة ضيقة من قدام ونازلة على واسع. يعني الإزازة كانت ضيقة قوي زي أزايز الكحول أو غيره، ونازلة واسع. كانوا يعملوا لعبة عبيطة قوي في الجيل ده، يجيبوا الإزازة ويملوها مية، نصها مية والنص التاني فاضي، ماشي؟ وإيه يعني؟ ويجيبوا الإزازة ويقلبوها مرة تانية، يقلبوها على إيدك. طب لما يقلب الإزازة على إيدك، المية اللي كانت تحت بتنزل فتعمل طرطشة، شيء طبيعي، اندفاع المية. فقالوا اللعبة اسمها ووتر هامر توي. فدكاترة الإغريق في الزمن ده أخدوا من الأطفال، قالوا الله، قوة الضربة اللي في نص الفور أرم شبه طرطشة المية بتاعت لعبة ووتر هامر توي، فهنسميها ووتر هامر بلس. ده أول تسمية، ووتر هامر بلس. أقولك وفي تسمية تانية على اسم الراجل اللي اكتشفها، كوريجان بالس. وفي تسمية تالتة، هو الدايستوليك اخباره ايه؟ هتقولي ده قل جدا، ده انهار الدايستوليك، عشان كده التسمية التالتة اسمها كولابسينج بالس. مين اللي كولابس وانهار؟ هو الدايستول. يبقى انا اقول لك ووتر هامر بلس تساوي كوريجان بلس تساوي كولابسنج بلس، وفي كل الحالات البلس فوليوم از سترونج، في قوه في الضربه. ده اشهر مثال لطلبه كليه الطب اندر جراديويت، المثال ده. طيب يا دكتور، هل الووتر هامر بالس نقدر نتخيلها؟ ما عندناش ووتر هامر توي في هذا الزمن، ولكن عندك لعبة ساند ووتش، الساعة الرملية. الساعة مليانة رمل، اقلبها الرمل بينزل، زي اي حاجة بتتقلب فاللي جواها بينزل معاك. يبقى دي شبه الساند ووتش، الساعة الرملية. كلام ده في غاية الخطورة ابقى عارف. طيب تعالوا نقول العكس. طيب امتى البلس فوليوم يبقى ضعيف؟ ضعيف معناها، خلي بالك، انك بتفقد دم، هيموريدج. ده على سبيل المثال. على فكرة قوة الضربة كمان في الاسيرو سكليروزس، تصلب الشرايين اللي انت فقدت الالاستيسيتي عنده، تلاقي السيستول بقى عالي، الاورطه مش قادره تو اكسباند، مفيش الاستيك فايبرز، فالدم بيضغط على الوول
فبيعلي السيستول. يعني انا الاقي المنظر ده كمان اثيرو سكليروزس. وعايز اقول لك ان في ابنورمال بالس كاركترز كتار شارحهم مع فيديوهات العملي في بلاي ليست القناه. يبقى لغايه دلوقتي انا شرحت ثلاثه كيرفز بسيجنيفيكانس. الاول ليفت فنتريكل بريشر فوليوم كيرف اللي هو اللوب، ورايت اتريال بريشر كيرف وعلاقته بالجاجولار فينس بريشر، والتالت اورتيك بريشر كيرف وعلاقته بالفيسلز ات ذا بيريفري. نيجي للعنوان الاخر عندنا، هو الهارت ساوندز، اصوات القلب. احنا قلنا اصوات القلب قبل كده في الكاردياك سايكل الفيديو اللي فات، ولكن المرة دي انا عايز اركز على حاجة مهمة في الهارت ساوندز. هو انا لما اجي اسمع صوت، هل الصوت بسمعه لو الباب اتقفل ولا اتفتح؟ هتقول لي طبعا وانا بقفل الباب جامد سمعت صوت. لكن لو عايزين نتكلم فيسيولوجي دقيق، انت ما بتسمعش قفلت الفالف، امال انت بتسمع ايه؟ الفايبريشنز الناتجه من قفله الفالف. يعني انا لو جيت قلت لك اهو ده الهارت عندي، تمام، وقلت لك ان انا عندي فالف اهو وفالف اهو، الفالفز، الفالف ده لما بيتقفل بيعمل ايه؟ فايبريشنز، يعني اهتزازات، والاهتزازات دي بيعملها في مكان بعيد. يعني ايه في مكان بعيد؟ زي ما تجيب طوبة وترميها في مية، الطوبة دي عملت ايه؟ دواير دواير، لغاية لما الدواير توصل لمكان بعيد انت ما رميتش عنده الطوبة، سميناها concentric layers، كأنها دواير داخلة جوه بعض. ايه الدليل ان كلامك صح وان اللي تسمع vibrations due to valve closure وليس closure of valve نفسه؟ الدليل ان انا ممكن اسمع الصوت في مكان بعيد، والكلام ده احنا قلناه مع العملي في فيديو العملي. هنحط السماعة على صدر المريض في مكان تستغرب له جدا. يعني اديك مثال، الهارت في الاناتومي موجود فين؟ تقول لي في الفورس ليفت انتر كوستال سبيس، ده مكانه. هتلاقي اقول لك ده انا سامع الصوت عند سكند رايت انتر كوستال، او سكند ليفت انتر كوستال، او عند اتصال الزيفويد بسترنم. علشان تتخيل كل هذا الكلام في فيديو عملي في القناة، طبعا مش هنقوله النهاردة، ولكن ده الإثبات على الكلام. طب يا دكتور الهارت ساونز اللي مفروض تتسمع كام؟ 4 هارت ساونز، 2 بالسماعة واتنين محتاجين مكبر علشان تسمعهم. السماعة اسمها ستيسو سكوب، خلي بالك كلمة ستيسو دي معناها تشست صدر باللغة اللاتيني، وسكوب منظار، يعني السماعة. يبقى تو ساونز، صوتين، وصوتين تانيين ضعاف جدا محتاجين مكبر، هي فونو كارديو جرام. فونو يعني مكبر،
محتاج مكبر للصوت. طيب تعالوا بقى نتكلم على الأربع أصوات، يا ترى سبب كل صوت إيه؟ واسمعه فين في الكاردياك سايكل. الصوت الأولاني S1، ما هو S هو رمز للساوند، أول حرف منها S، S1، يا ترى سببه إيه؟ عندي تلات أسباب للS1. أول سبب أنت لسه قايله، vibrations، نتيجة الفالف كلوجر. طيب مين الباب اللي قفل؟ نفكر، S1 ده رمز للسيستول، يعني القلب عاوز يضخ الدم مش عاوز يملى، يبقى مين اللي قفل؟ هما الاتنين دول، الاي في فالف الترايكاسبيد على الناحية اليمين والميترال فالف شمال. يبقى ده أول حاجة، vibrations set due to valve closure، ميترال و ترايكاسبيد، ام و تي اتقفلوا. طيب الحاجة التانية، فاكر لما قلت في الكاردياك سايكل ان السيستول يتسمع على جزئين، جزء في فترة ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، وجزء اخر في الماكسيمم ايجكشن فيز. عشان كده قال لك السبب التاني ايه بقى؟ كونتراكشن للعضلة دي. فاكر العضلة دي قلناها الفيديو اللي فات، مصل موجودة في جزء من الفنتريكل وول اللي عاملها باللون الازرق اسمها بابيلاري مصل، يبقى كونتراكت البابيلاري مصل. بابيلاري مصل لما بتبقى كونتراكتد هي انسرتد عند الفالف، بتقفل الصمام. عارف البابيلاري دي عامله زي ايه؟ عامله زي الدباره او الخيط اللي متوصل بالباب. طول ما انت بتتحكم في الخيط ده وماسكه كويس انت قافل الباب، هو ده بابيلاري مصل، ودي في مرحلة ايزوفوليومتريك كونتراكشن. السبب التالت وهو مهم جدا، هو اندفاع الدم من الفنتريكل الى الاورت. هذا الاندفاع في الماكسيمم ايجكشن عمل لي صوت. يبقى انا عرفت الصوت الاولاني لتلات اسباب في غاية الخطورة، حتى المراجع تقول لك الاول vibration of valvular، التاني ventricular عشان البابيلاري، التالت بيبقى vascular. عشان كده يجي يقول لك ايه؟ تلاتة في، ما هو الفي الاولانية vibrations والتانية ventricle خلي بالك، والتالتة vascular اندفاع الدم. عشان كده يقول لك قاعدة التلاتة في مهمة قوي. طب دكتور الصوت ده احنا عرفنا حصل امتى معاك، ولكن النقطة المهمة ايه الكاركتر بتاعته؟ يتميز الصوت الاول بايه؟ يتميز ان صوته خشن، الصوت خشن لانه مسموع على مرحلتين في الكاردياك سايكل. كل ما المدة تطول كل ما الصوت يبقى خشن، خشن يعني لو بيتش. كلمة بيتش معناها نغمة، واوعى تفتكر لو يعني واطية منخفضة، لا، نغمة خشنة، وده مهم جدا. زي بالظبط الولد صوته خشن. آلة موسيقية، عارف الآلات الموسيقية اللي أوتارها طويلة تعمل لي صوت خشن؟ دايما خدها قاعدة، اللونج فايبرز
او اي حاجه طويله لابد تطلع صوت خشن. آلة موسيقية، أحبال صوتية، لازم ده يبقى موجود. طب يا دكتور الصوت اللي هيتسمع اسمه إيه؟ اسمه لب. بص صوت خشن أهو، لب صوت خشن. أنا وأنا طالب بفتكرها إزاي؟ S1 تلاتة L تلاتة V، ثلاث كلمات بحرف ال ال، لب لونج لو بيتش، وثلاثة في فايبريشنز، فينتريكولار كوز وفاسكولار كوز. ده الاس 1 اللي عندي. طب تعالوا نتكلم على تاني صوت وهو الاس 2. الاخبار الاس 2 عندي ده رمز للدايستول. ما هو القلب يا اما سيستول يا اما يملى دايستول. الاس 2 هو العكس، انا بملى يبقى مين مفتوح؟ اي في فالف. يبقى مين مقفول؟ اورتيك وبالمونري. يبقى السبب بتاعك هو الفايبريشنز نتيجه اورتيك اللي هو ايه، و بالموناري فالف كلوجر. طب يا دكتور الكاركتر بتاعته السكند هارت ساوند، خلي بالك مش هتسمع صوت طويل، صوت قصير. ليه؟ لان تاني صوت اتسمع لما قفلنا الاورتيك فالف فجأة لمنع رجوع الدم بالعكس للليفت فنتريكل. ده في نهاية البروتو دايستوليك فيز، وقلت لك وقتها. وبما ان الفيز دي مدتها قصيرة فانت بتسمعها مع بداية المرحلة اللي بعد كده اللي هي ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. يبقى الاس 2 انا افتكرها بايه؟ افتكرها بتلاتة اس. اول اس شورت، حصلت في مرحلة واحدة فقط. الاس التانية دي مهمة، حصلت نتيجة سيمي ليونر فالف كلوجر. ما هو الاورتيك والبالمونري شبه الهلال. طب وتالت اس اوضح مكان اسمع فيه الصوت التاني هو سكند انتر كوستال سبيس او كوستو كوندرال. يعني الكلام ده هنقوله بعدين مع العملي. يبقى الاس 2 3 اس والاس 1 3 في و 3 ال. خلي بالك الكلام ده في منتهى الخطورة عشان نفتكره كويس. طيب اس 3 قلنا ما بيتسمعش بالسماعه، فونو كارديوجرام. بس قبل ما اقول اس 3 عايز اقول لك معلومه، ان الصوت التاني يتسمع بكلمه ضب. تعال بقى نمثل الصوتين، الاول خشن والتاني رفيع. الصوت الرفيع زي صوت البنات، هقول عليه هاي بيتش رفيع او مسرسع معاك. فبص الصوت الاول يبقى ازاي، لب دب لب دب، صوت خشن وصوت حنين بعد كده. الكلام ده في منتهى الأهمية. طيب نيجي للصوت التالت بالنسبة لنا اس 3. قلت لك ان الاس 3 ده هتسمع صوت الدم وهو بيملى الفنتريكل، هسمعه في الرابيد فيلينج فيز. وده بيتسمع في
الأطفال والناس الرفيعين. ليه؟ لما تحط السماعة على صدر الطفل اللي تشيست وول بتاعته ضعيفة، فما كأنه مفيش جدار للصدر، السماعة جايبة صوت الدم وهو بيملى الفنتركل. أو واحد رفيع سين بيرسون، ده الحالتين الوحيدة النورمال، وقلنا الصوت ضعيف جدا محتاج فونو كارديو جرام. تمام. طيب في ايه صوت تاني؟ صوت التاني اس فور، والاخير اس فور ده بقى لا يمكن تسمعه في انسان طبيعي، مش هيحصل، لان الاس فور ده بيتسمع اتريال كونتراكشن، الاتريوم كمصل فايبر ضعيفة، بدليل الفنتريكل ما اعتمدش عليها جامد في الفيلينج، هي مسؤولة عن 20% فقط من ملي الفنتريكل. اس فور ده يتسمع في الهارت فيلير فقط، خلي بالك من كلمة فقط، يعني لا يمكن اسمعه في الظروف الطبيعية، مش هيحصل الكلام ده. طيب كده احنا استعرضنا S1 و S2 S3 و S4. خلي بالك ممكن الصوت يتسمع كأنه صوتين، ودي هنقولها مع العملي بعدين، يعني ممكن اسمع كده لا لب، ايه ده معقولة؟ او دا ضب. الكلام ده هنقولها مع الانسبيريشن. ايه العلاقة؟ لما تاخد نفس وانا حاطط السماعة على صدرك اسمع الفيرست كأنه مقسوم اتنين، او السكند كأنه مقسوم اتنين. طيب في عنوان اخر اسمه ميرمر. ميرمر بالعربي معناها لغط. يعني ايه لغط؟ يعني الفالف في حاجة غلط، بمعنى الفالف الطبيعي يفتح الدم يعدي، يقفل يمنع رجوع الدم بالعكس، لكن الميرمر معناها ايه؟ بصوا معايا، ادي الهارت اهو، ونتخيل ده الميترال فالف. بصوا بقى ايه اللي حصل للميترال، ضيق قوي. تخيل لما الفالف يكون ضيق والدم عايز يعدي من الفالف الضيق يحصل ايه؟ نويزي ساوند، ودي ماشية مع المنطق. تخيل انا موارب باب المدرج، ناس كتيرة عايزين يخرجوا، الاندفاع، هما بيزقوا بعض، عملوا دوشة، النويزي ساوند ده ادى الى تيربلنت فلو. تيربلنت يا جماعة في صوت غريب وانتوا بتعدوا، فالتيربلنت فلو ده بيحدث نتيجة حاجتين، يا اما الفالف ضيق سميناها ستينوزس، دي الصمام، يا اما الفالف مفتوح على الاخر وما بيقفلش سميناها انكومبتنس، فقدان كفاءة الصمام. انا عندي مشكلة من اتنين، ده مفتوح على طول، في الحالتين يؤدي الى ميرمر، لغط الفالف في حاجة غلط، عشان ما تنساهاش دي خالص. السؤال المهم، الميرمر ده يبان امتى؟ يا اما اثناء السيستول او اثناء الدايستول. طب تعالوا نفكر، لو انا قلت سيستوليك ميرمر ها
هنعكس الطبيعي. ايه اللي كان بيحصل في النورمال؟ هتقولي في السيستول اورتك وبال موناري لازم يبقوا مفتوحين، اهو اورتك وبال موناري مفتوح. طب والميترال والترايكاسفيد مقفول. ده يا جماعة الطبيعي فينا كلنا، بس احنا بنتكلم النهاردة عن مرمر، عن حاجة غلط في الصمام، فاجي اشطب على المفتوح. الفالف اللي مفروض يفتح ما فتحش، يعني ايه؟ فضل ضيق، ستينوزس. طب والميترال والترايكاسبت اللي مفروض يقفلوا ما قفلوش، فبقوا ان كومبيتنس. شفت انا قلتها ازاي؟ العكس، اللي مفروض يفتح ما فتحش، واللي مفروض يقفل ما قفلش، وسميتها سيستوليك ميرمر. بصوا بقى تقولي طيب لو بتكلم على دايستوليك ميرمر ايه اللي مفروض يحصل كدايستوليك في الطبيعي؟ تقولي الاورتك والبالمونري المفروض يتقفلوا، مفيش ايجكشن دلوقتي، والميترال والترايكاسبت المفروض يتفتحوا لان في فيلينج. طالما في مرمر هنعكس. اللي مفروض يقفل ما قفلش، فبقى incompetence، aortic وpulmonary incompetence. طب واللي كان مفروض يفتح mitral وtricuspid ما فتحش، فبقى ضيق، يبقى mitral وtricuspid stenosis. يبقى إذن عكس الطبيعي المرمر. ده في حاجة كمان اسمها continuous murmur، بس ده على مستوى بطنة لما نكبر شوية. يبقى في systolic وفي diastolic murmur. على فكرة لما الفالف بيبقى ضيق، عارف الصوت يبقى عامل زي ايه؟ كأنك بتنفخ في مساحة ضيقة كده، طب لو الفالف incompetence ومفتوح على الاخر وما بيقفلش، كأنه صوت رياح، صوت هوا. عارف لما الرياح كده تدخل جوه شقة مهجورة في افلام الرعب القديمة، هو ده صوت incompetence. اخر جزئية عندنا هو definitions مهمة قوي، اسمها systolic time intervals. دي رقم 5. هنتكلم على المدد اللي ليها علاقة بالسيستول، systolic time intervals. بس قبل ما اتكلم عليهم عايز اعمل دياجرام بسيط جدا. تعالى نتخيل الان ان انا قلت لك ده كيو ويف. هتقولي ماشي، هو الكيو ده قبل ايه؟ هتقولي قبل الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. دايما الكيو ده رمز للسبتال دي بولاريزيشن. طيب يبقى اذا انا بتكلم هنا فيز 2، هفكرك بيها، ايزو فوليومتريك كونتراكشن، وحتى في الكاردياك سايكل قلت الكيو ويف بيسبقها باتنين من مية من الثانية. فاكر؟ يعني ده بيسبق دي باتنين من مية ثانية، قلناها قبل كده. طيب نهاية السيستول بتبقى فين؟ النهاية مع قفل الاورتك فالف اهو. طب يا دكتور امتى الاورتك فالف قفل؟
مع نهاية البروتو دايستوليك اللي هي بداية الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هي فيز 6 اللي اسمها ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. اللي حصل عندها كلوجر اوف اورتيك فالف. طب انت يا دكتور عايز تتكلم على ايه دلوقتي في الانترفال؟ عايز احط مسميات للي باين على البورد دلوقتي. من اول فيز 2 الى فيز 6 الى ما قبل فيز 6 او نهاية فيز 5 الليفت فنتريكل بيعمل ايه؟ هتقول لي ايجكشن. طبعا في كونتراكشن ثم ماكسيمم ايجكشن فيز 3 ثم فيز فاكر 4 اللي هي ريديوزد ايجكشن ثم 5 بروتو دايستوليك اللي هي مراحل الكاردياك سايكل. قالوا طب ما تيجي نسمي الكلام ده باسم ليفت ال فنتريكل في ايجكشن تايم. ده الوقت اللي هياخده الفنتريكل علشان يعمل ايجكشن علشان يطلع الدم لبره 70% في المرحله دي فاكر من الستروك فوليوم ماكسيمم ايجكشن و 30% ستروك فوليوم خرجوا في المينيمم ايجكشن. وهنا الدم خرج بالمومنتم بالطاقه المكتسبه او الكاينيتك انرجي. دي مده الايجكشن. طب يا دكتور ومن اول الكيو الى بدايه فيز 2 الجزء ده اللي انا هظلله ده هو ايه؟ هو مرحله ما قبل الايجكشن. ما هو فيز 2 خلي بالك ده بدايه السيستول وده جزء من الايجكشن. يبقى اذا ده اسمه ايه؟ بري يعني قبل ايجكشن فيز ما قبل الايجكشن. طب سؤال مهم، تيجوا نجمع البري ايجكشن زائد ليفت فنتريكل ايجكشن تايم. تقول لي ماشي هنجمع المدتين زائد الليفت فنتريكل ايجكشن تايم هيطلع لي ايه؟ من اول الكيو الى النهايه. هو النهايه حصل فيها ايه؟ اس 2 فاكر sudden closure of aortic valve لمنع رجوع الدم. بالعكس يبقى المده الاجماليه هي كيو اس 2. ودي ساعات بقى ايه نيجي نلخبط الطالب، الطالب اللي فاهم ما يتلخبطش. فهمنا من خلال الرسمه. طب اجي اطلب منك اقول لك ايه؟ طب الليفت فنتريك الايجكشن تايم يساوي ايه؟ هتقول لي يساوي الكيو اس 2 كلها ماينس البري ايجكشن بيريود. ودي منطقي جدا علشان ما نتلخبطش. طيب جم فكروا وقالوا طيب ما تيجي نعمل ريشو بين الفترة ما قبل الايجكشن على الفترة بتاعت الايجكشن. يعني البري ايجكشن بيريود ده اختصارها على ليفت فنتريكل ايجكشن تايم. طلعت النسبة 35%. طب اجي اسألك سؤال اخير واختم الفيديو، تتوقع امتى الليفت فنتريكل ايجكشن تايم يزيد؟ امتى الفنتريكل ياخد وقت اطول في الايجكشن؟ هل ده طبيعي؟ لا اكيد الاورتيك فالف اللي قصاده ضيق افتر لود. فاكر شرحتها في اورتيك ريزيستنس او كفاءة المايوكارديوم قلت. يبقى انت بتتكلم على هارت فيلير. وخلي بالك ده هيحصل
على الرغم انه مفيش تغيير في البري ايجكشن بيريود. المشكلة مش في الكهرباء، في مدة الكهرباء اللي وصلت، المشكلة في الميكانيكال ايفنت وتنفيذه. في نهاية هذا الفيديو اتكلمنا على ثلاثة كيرفز بالسيجنيفيكانس: ليفت فنتريكل بريشر فوليوم لوب، واتريال بريشر وجاجولار فينس بريشر كيرف، واورتك بريشر كيرف بالس ديفينيشن، والالاستيسيتي تاثر في الكوندكشن، والفوليوم اوف ذا بالس امتى يعلى وامتى يقل. هارت ساوندز بتفاصيلها، 4 هارت ساوندز بكوز بكاركتر بتايم، ويعني مرمر سيستوليك ودايستوليك. وختمنا الفيديو بالسيستوليك تايم انترفلز اللي في اي تي وبري ايجكشن بيريود. تعالى نجمعها، البدايه من الكيو والنهايه سكند هارت ساوند كيو اس 2، والريشيو النورمال 0.35، ويعلى مده الليفت فنتريكل ايجكشن تايم في الهارت فيليور.